السلام عليكم إخواني، أهلا بكم. ونكمل اليوم مع مدرسة وطنية عليا أخرى. اليوم راح نشوفوا المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. المدرسة هذه كما تشوفوا متخصصة في الإحصاء بصفة خاصة، وكذلك الاقتصاد التطبيقي، وتقع في القليعة تي بازا. تي بازا ان اس اس او ا اونسيا. المدرسة هذه بالحقيقة يعني كانت بدأت منذ حوالي السبعينيات في مجالات أخرى كمعهد لتكوين إطارات، ثم ترقات وتطورت حتى أصبحت رسميا يعني مدرسة وطنية عليا في مجال الإحصاء سنة 2008. أصبحت مدرسة وطنية عليا تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي سنة 2008، تخصص في يعني الإحصاء والاقتصاد التطبيقي. المدرسة هذه عندها خاصية يعني معينة، وهي أنها تبنى نظام المدارس التحضيرية، يعني التكوين فيها الدراسة فيها يخضع لنظام ومراحل دراسية خاصة ومعينة مثل المدارس التحضيرية. يعني نبدأ وعندها كذلك شبه الألمدي، مزيج من المدارس التحضيرية والألمدي. الطالب لما يلتحق بها، لما أهله معدل في البكالوريا يلتحق بها، راح يدرس عامين تحضيري، يعني طور تحضيري فيه سنتين تحضيري، ثم يجتاز مسابقة من أجل أنه يلتحق بالماستر أو مهندس دولة أو مهندس دولة. إذا كان نجح في مسابقة بعد العامين التحضيري راح يلتحق بالماستر في المؤسسة هذه، طور الماستر مهندس دولة. إذا كان ما نجحش في المسابقة نتاع بعد عامين في التحضير، يحول إلى جامعة أخرى وطنية عادية باش نكونوا يعني العلم، لأنه درس تحضيرية صارمة ومستوى يعني التعليم فيها عالي نوعا ما. يحب يكمل فيها لازم يكون عنده معدل عالي باش يضمن الالتحاق بطور الماستر في نفس هذه المدرسة العليا للإحصاء. الآن لما تفوت بعد العامين في المسابقة تلتحق ب طور الماستر في مهندس ماستر ومهندس دولة في نفس الوقت، ها راح تقرا 3 سنوات في طور الماستر. العام الأول جدا مشترك في هذا الماستر، يعني طلبة أكل يطلعوا يقرأوا ترون كومان جدا مشترك سنة أولى ماستر، ثم في السنة الثانية تخصص، ثانية وثالثة أخذ تخصص، ثانية وثالثة تخصص في أحد الفروع الآتية، التخصص الآتية. عندنا ماستر مالية وخبير بشؤون التأمين أكتيوريا والإحصاء، عندنا ماستر إحصاء تطبيقي، وعندنا كذلك ماستر اقتصاد واستبصار بروسبكتيف. هذه 3 تخصصات يعني الماستر تقرأه في المدرسة هذه بعد طور التحضيري، واستمر 3 سنوات، كنا عام مشترك ثم سنتين تخصص في أحد هذه التخصصات. ثم تحب تكمل الدكتوراه كذلك، هناك أفق للدكتوراه من خلال إجراء مسابقة وطنية كذلك، مسابقة وطنية، وطلبة اللي عندهم ماستر بجيد جيد جدا يسمح لهم يعني يترشحوا لهذه المسابقة، يترشحوا لهذه المسابقة، يكون عندك مستوى معدل مليح جيد جيد جدا من أجل أنك تلحق بهذه المسابقة، ولا حتى مثلا أحسن يعني معدل مقبول عادي، ما يعودش الإنسان 10 ولا يعني حوالي في أو أقل هكذا. المهم كما قلنا بالنسبة لمعدل القبول في البكالوريا في السنوات الماضية، كانت تقبل طلبات البكالوريا اللي عندهم معدلات 14 فاصل، هذه في 2019 14.17 14.3 14.50 كيما هكذا، يعني في الحدود هذه. وفيها تسجيل وطني بالمناسبة، تسجيل وطني. الأولوية فيه للشعب الآتية: شعبة الرياضيات لأنه إحصاء كما قلنا رياضيات الأولى، تقني رياضي هي الثانية، ثم تسجيل اقتصاد، ثم علوم تجريبية. الأولوية جماعة المات المات تكنيك، لأن هذه تخص في قلنا الإحصاء وحسابات الاقتصاد التطبيقي كذلك، فهمنا. لكن هناك شرط آخر، الطالب هذا اللي عنده المعدل هذا 14 فاصل شعب هذه لازم يكون عنده في الرياضيات على الأقل علامة 12 ل 20،
يعني اقل من 12 تجري فرضيات وعندك 14 ما يقبلوكش. فهمنا؟ اذا كان عندك 14 فاصل وعندك فوق يعني حسب كل سنه تغير مقدم معدل القبول، كل سنه يتغير وعندك لازم يكون 12 ل 20 في الرياضيات، هنا تدخل الترتيب. هي الترتيب لانه ترتيب حسب المقاعد المتاحه في المدرسه، مثلا 200 منصب 200 150 منصب طالب يرتبوكم حسب المعدلات وياخذوا يعني الطلبه اللي كفوا ويوفوا يعني بمعدلاتهم مقارنه بالاخرين هذه المناصب المفتوحه في هذه المؤسسه في هذه السنه الجامعيه. فهمنا؟ الان سنه اولى ثانيه تحضيري تدرس مواد معينه، وهي في قسم التحضيري تدرس المواد الاتيه: عندك جبر، تحليل، رياضيات، احتمالات، محاسبه عامه، اقتصاد عام، اقتصاد جزئي، فرنسيه، انجليزيه، احصاء، حقوق، فلسفه، علم الي. علم الي هذه مواد تدرسها في كما قلنا طور التحضير اللي لازم تكمل، تحب تكمل الماستر تنجح فيها وتجيب معدل يعني ممتاز وتخوض مسابقه باش تكمل في الماستر. ماستر في احد التخصصات الثلاثه سابقه الذكر. بالنسبه للمؤسسه هذه كذلك فيها حاجه مليحه انها توفر يعني تربصات في مصرف المؤسسات العموميه الاقتصاديه، يعني البنوك مش عارف انا هيئات البنوك وغيرها، طالب يتكون ثم مليحه. ولكن فرص العمل غير مضمونه، يعني تخرج منها لكن فرص العمل غير مضمونه كمتخصص في الاحصاء. يعني تقدم طلبات مثلا المؤسسات الماليه العموميه، البنوك، قطاع المصارف كذا، ويعني تستنى، لكن ليس هناك توظيف مباشر من قبل الوزاره. هذه باش نوه لها فقط. في الدكتوراه يعني في الغالب في المسابقه لما تنجح فيها ياخذ العشر الاوائل افضل 10 معادلات سبق دكتوراه، ثم تلتحق بطور الدكتوراه وتخرج منها كذلك دكتور في نفس هذه المدرسه، في نفس هذه المدرسه. اذا خاوتي هذا كل ما يخص المدرسه الوطنيه العليا للاحصاء والاقتصاد التطبيقي، كما قلنا انها تخضع نظام المدرسه التحضيريه وكذلك نظام الالم دي مع بعض. مع بعض وفيها يعني افاق واعده، لكن من ناحيه التوظيف للاسف ليس هناك توظيف مباشر. يعطيكم الصحه وشكرا وبارك الله فيكم.